يلا الأكيد يا سعيد إن شاعر واحد بس اتفقت اللجنة على تأهله وراح يكون ضمن 15 شاعر في المرحلة الثالثة، وطبعاً في نهاية المرحلة الثانية ربحنا وربح الكل ظهوره على المسرح أمام هذا الجمهور الجميل وعبر شاشة قناة السعودية، وكسبنا أكيد تألق شعرائنا واستمتعنا بتنافسهم الشعري، ولكن صار وقت نعرف من المتأهل. طبعاً كلهم شعراء متميزين ولهم حضورهم وتألقهم ودخلوا قلوبنا وقلوب جماهيرهم وجمهور الشعر، لكن شاعر واحد زي ما قلنا لكم الليلة راح يتأهل بقرار لجنة التحكيم، والمتسابق اللي راح ينضم لصفوة الصفوة في المرحلة الثانية مرحلة نعلن؟ تفضل. طيب نقول للمتأهل واللي حصل على 71.75 من 75 زياد العكشان طيري، ألف مبروك يا زياد. مبروك يا زياد طبعاً. عكشان المطيري الفائز بقرار لجنة التحكيم في الحلقة الخامسة بالموسم الثاني من شاعر الراية، ضمن تأهلك الحين للمرحلة الثانية، كيف الشعور؟ الحمد لله طيب، وفالهم التوفيق الشباب كلهم، فالهم التوفيق، قدموا اللي عندهم الله يبيض وجه اللجنة. نعم نعم الله. كل التوفيق وأهلا فيك للمنافسة على لقب شاعر الراية. ألف ألف مبروك مرة أخرى يا زياد، ويا ترى هل راح يرتفع الليلة كرت الراية يا نهى؟ السؤال نوجهه للسادة أعضاء لجنة التحكيم،